كما أعلن وزير التنمية والاستثمار في الحكومة اليونانية إن إجراءات الأغلاق الصارمة ستستمر في جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد تمو من قناة MD TV. قال وزير التنمية والاستثمار في الحكومة اليونانية أودينيس جورجياديس اليوم السبت إجراءات الإغلاق الصارمة ستستمر ما بعد 6 أبريل، وهذا التاريخ الذي حدده الحكومة اليونانية في البداية. وأشاد جورجياديس في مقابلة تلفزيونية بالجمهور الالتزام بالقيود غير المسبقة، وقال إن الأسواق المفتوحة تعمل كما ينبغي، ولكن قد يتعين اتخاذ بعض التدابير الوقائية الإضافية لتخفيف الحشود في محلات السوبر ماركت. وفيما يتعلق بتوفير المواد الأساسية، قال جورجياديس إن شركة الصابون اليونانية بدأت بالفعل بإنتاج المطهرات، واردات الأقنعة قد أنشأت مخزونا حوالي 3 مليون قناع. وأشار إن هناك شركة يونانية تقدمت بعرض لإنتاج الأقنعة وإن العرض قيد البحث حاليا. وذكر أن اليونان اتخذت إجراءات قاسية قبل العديد من البلدان، ويبدو أن هذه الإجراءات حصرت وباء كورونا محذرا من أنه سيتم تمديد الإجراءات لما بعد 6 أبريل المقبل، وأضاف أن الإغلاق سيستمر حتى يؤكد لنا العلماء أننا هزمنا فيروس كورونا. يعني تمديد الإجراءات الصارمة وحظر التجوال اللي حاليا في اليونان ساري المفعول، على الأغلب سيستمر إلى ما بعد 6 أبريل، ما بعد 6/4. وهذه تعتمد الإجراءات هذه على فعالية فيروس كورونا في اليونان. إذا كانت هناك استمرارية الفيروس في اليونان، فهذه الإجراءات ستستمر لفترة أطول. أما إذا كان التراجع في نسب الإصابات المؤكدة والوفيات، فستعود الحياة الطبيعية شيئا فشيئا إلى البلاد. بهيك وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة، بتمنى الفيديو ينال إعجابكم وتنشروه على أوسع نطاق، والسلام عليكم.